كابتن ايمن، يعني صوره من الصور، عايز ابارك له بقى، لا عايز ابارك لك على اول بطوله ليك مع النادي الاهلي. خالد عبد الفتاح، خالد، مليون مبروك على اول بطوله ليك مع النادي الاهلي. اعتقد بتبقى دايما اول بطوله هي اغلى بطوله، بيبقى ليها ذكريات كتير جدا. خالد، مهم جدا في بدايه مشوارك انك تحقق بطوله مع النادي الاهلي، اعتقد مسؤوليه كبيره وتكليل لمجهودك خلال الفتره اللي فاتت يا خالد. الحمد لله، طبعا لعيبه رجاله، جهاز فني محترم. انا عايز بس اشكر الجمهور والله، مش بجد. على طول قبل كده كنا بنتكلم كلام مواضيع بقى تعبير وكلام انشا، قول الجمهور والجمهور وبتاع، لا بس حقيقي الجمهور كره للجماهير، وفعلا دعم وسند حقيقي والله، بشكرهم جدا. خالد، يعني الثقه اللي انت شفتها من الجهاز الفني، من زملائك في الملعب، من جمهور النادي الاهلي، اعتقد سهلت عليك مشوارك وبدايتك مع احنا كرمنا فيه، ودي كانت البدايه الحمد لله. البدايه كانت في ماتش كبير، دخلنا من الباب الكبير زي ما بيقولوا، فالحمد لله، يعني تسهيل من ربنا الحمد لله. كلمه من القلب بقى لكل افراد عيلتك، وقفوا معاك اكيد وليهم دور كبير جدا، واعتقد يعني بيبقى النهارده بنرد لهم جزء من حقهم. طبعا انا اول بطوله ليا كاس مصر، بدي طبعا لوالدي ووالدتي وعيلتي واخواتي، مش عارف اقول لهم ايه، بشكرهم جدا وبحبهم جدا جدا جدا. شكرك يا كابتن خالد، وبالتوفيق ان شاء الله في اللي جاي، ومستنيين منك الكتير مع النادي الاهلي. حبيبي الله يخليك. كلام مهم جدا، وكلام من القلب ايضا من خالد عبد الفتاح، واحد من اللاعبين اللي يعني نال ثقه الجهاز الفني، ثقه زملائه، وثقه جماهير النادي الاهلي. من جديد تعود الكلمه للزملاء في الاستوديو.